ما هي الأوراق المطلوبة للدراسة في الجامعات التركية؟ رح نحكيكم هالفيديو عن هالمعلومة، خليكن معنا. الأوراق المطلوبة بالنسبة للجامعات التركية الخاصة هي صورة شخصية بالإضافة لصورة عن الباسبور بالإضافة لإيميل شخصي، وطبعا أهم الشيء الشهادة الثانوية. طبعا إذا ما كان في هالأوراق هالشغلات الأربعة فأنت ما رح تقدر تسجل في الجامعات التركية. هاي كانت معلومتنا لليوم، كان معكم توفيق من شركة ستدي لاين، نتمنى لكم أوقات سعيدة.